في الجنة يو هذا يمز التادا عبيك الشمة. هي أجواء من الفرح والبهجة والفرجة صنعتها الحجة فاطمة وهي تدخل مسكنها الجديد بالقطب السكنية الجديد ببلقايد بوهران. واليوم جاب ربي ساعة الفرج وفرجوا علينا كشاب جزائري استفدت اليوم وما نقدش نعبر لك على الفرحة والشكر يرجع لفخامة الرئيس الجمهورية اللي دائما سهر على المواطن الجزائري. فرحة كبيرة فرحة كبيرة ما كناش نقارو فيها كاع كنا مغبونين في الضيق ومنا وربي فرج. فادي السكنة وسيد الرئيس نشكروه. فأكثر من 270 عائلة اليوم تستلم مفاتيح سكنتها بعد انتظار لسنوات في سكنات هشة بحي المقراني أين تم إسكانها في أحياء لائقة. اليوم تتواصل عملية إسكان ما يقارب 270 عائلة بالحي الجديد ما يسمى بالقطب الحضري الجديد ببلقايد الذي يحتوي على أكثر من 5100 وحدة سكنية. برنامج سكني هام على رأسه السكن الاجتماعي حظيت به الولاية خلال هذه السنة. بلقايد وهران حوالي 20,000 سكن ستوزع خلال 2018، يعني هو رقم جيد جدا يعكس مجهود طبعا دائما في إطار برنامج فخامة الجمهورية، يعكس المجهود التي تبذلها الدولة في هذه العملية عملية الإسكان. يتم برمجة عمليات أخرى وأكبر عملية خلال هذه السنة سنة 2018 المقدرة ب 1600 وحدة سكنية بالمقاطعة الإدارية لسيدي البشير. وموازاة مع الإسكان يتم تهديم السكنات الهشة واسترجاع الأوعية العقارية لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.